ولا يبطل الصيام ويفطر الصائم إذا خرج منه المني بشهوة بالاحتلام بالنوم، هذا بغير اختياره، الاحتلام بغير اختياره، يبقى صيامه الحمد لله، لكن يجب عليه الاغتسال من الجنابة. والصيام بحاله لأنه بغير اختياره وبغير قصده. بالنسبة للاحتلام في رمضان بالنسبة للصائم لا يفطر، الاحتلام ما هو؟ أن يرى الإنسان في منامه شيئا أخرج المني، يعني هو استيقظ فوجد البلل، وجد البلل، فأي صائم استيقظ فوجد بللا سواء تذكر مناما أو لم يتذكر صومه صحيح ولله الحمد والمنة، لكن عليه الاغتسال لأجل الصلاة. بالنسبة للاحتلام في النوم هل يفسد الصوم؟ لا، الاحتلام لا يفسد الصوم ولكن يوجب الاغتسال، لأن هذا ليس بإرادة الإنسان، هذا ليس بإرادة الإنسان، شيء غالب عليه. نعم.